اللهم اجمعني به، اللهم لا تحرمني من رؤيته. السلام عليكم يا بلال بن رباح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذا الذي تدعو الله أن يجمعك به؟ والله إنها لقصة طويلة أريد أن أسمعها. كنا في الحال مع رسول الله في المسجد، ومعنا عدد من الصحابة، فيهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة، إذ قال الرسول: أنا في الجنة مع أويس القرني. ومن هو أويس القرني؟ تساءلنا جميعا السؤال نفسه، ثم قلنا للرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فينا رجل بهذا الاسم يا رسول الله. نعم، أنا لم أسمع عن رجل بهذا الاسم. قال الرسول: ليس فيكم أويس القرني، ولكنه رجل من أهل اليمن لم أره أو يراني. وأخذ عليه الصلاة والسلام يصفه كأنه يراه الآن، ففهمنا أن جبريل يصفه له صلى الله عليه وسلم. وماذا كانت أوصافه؟ قال الرسول: هو شاب شديد السمار، به بقعة بيضاء على كتفه بحجم الدرهم، فقير زاهد، مجهول في الأرض، معروف في السماء، يأتي يوم القيامة فيشفع في 200,000 من المسلمين فيدخلون الجنة. ثم التفت الرسول إلى عمر وعلي فقال لهما: يا عمر، يا علي، إذا رأيتما أويس القرني فاطلبا منه أن يدعو لكما، فإنه مستجاب الدعوة. يدعو الاثنين من العشرة المبشرين بالجنة؟ الطعام يا أماه. أعددت لك اليوم الثريد الذي تحبينه. بارك الله فيك يا بني. يا الله، ماذا حدث؟ انطفأ السراج ولم أعد أرى شيئا، كلانا يسير في الظلام الآن. ولكني تعودت على السير في الظلام. هات يدك، أنا التي سأسير بك هذه المرة. لأول مرة ينتبه أويس إلى أن الإنسان يمكنه أن يرى بنور غير نور البصر، ولكن ما هو هذا النور؟ وظل هذا السؤال يشغل بال أويس، وظل يبحث عن النور الذي يضيء ظلام القلب قبل العين، إلى أن سمع أن رسولاً من يثرب جاء إلى اليمن ليدعو الناس إلى دين الإسلام مع علي بن أبي طالب. قل لي يا هذا، ماذا يقول دينكم الجديد؟ هذه آيات من سورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. صدق الله العظيم. توقف أويس كثيراً أمام هذه الآية، ووجد فيها الإجابة التي كان يبحث عنها منذ وقت طويل. ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. قل لي أيضاً، ماذا يقول نبيكم عن الدنيا؟ يقول نبينا: مالي ومال الدنيا، أنا فيها كعابر سبيل، استظل ساعة بظل شجرة ثم تركها وانصرف. نعم، والله ما أرى نفسي في الدنيا إلا كعابر سبيل، وما أرى قول نبيكم إلا الحق. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلم أويس وأسلمت أمه على يديه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منك يا أمي. تقبل مني ومنك يا بني. أعلمت أن وفداً من اليمن
سيسافر إلى رسول الله في يثرب؟ نعم، وأعلم أنك مشتاق إلى رؤيته وتتمنى أن تسافر معهم. نعم يا أمي، ولكني لن أتركك وحدك. سافر يا أويس، سافر، أستطيع الاعتماد على نفسي حتى تعود إلي. لا والله يا أمي، ما لك أحد غيري، ولن أتركك أبداً. إنها فرصة عظيمة، ربما لا تتكرر. لن يطيب لي شيء وأنا شاعر بالذنب تجاهك، والله سيعوضني خيراً ما دمت بجوارك. مرت أعوام عديدة، توفي خلالها الرسول الكريم، وتوفي من بعده أبو بكر، وصار عمر خليفة المسلمين، وما زال أويس غير قادر على ترك أمه والذهاب إلى الحج. وفي أحد الأعوام في عهد عمر، كان عم أويس يحج وعاد إليه مبشراً. يا أويس، يا أويس! عمه، حمداً لله على سلامتك، وحج مبرور إن شاء الله. لو حكيت لك ما حدث في الحج يا أويس فلن تصدقني. ماذا حدث؟ كنا على جبل عرفة وعمر بن الخطاب يخطب فينا، ثم طلب من الحجيج أن يجلسوا جميعاً ما عدا أهل اليمن. بلدنا؟ طلب من أهل اليمن أن يجلسوا جميعاً ما عدا قبيلة مراد. قبيلتنا؟ ثم طلب من أهل مراد أن يجلسوا جميعاً ما عدا أهل قرن. ثم سألنا: هل فيكم أويس؟ ماذا تقول يا عمي؟ هل يعرفني خليفة المسلمين؟ والله يا بني، لقد دهشت دهشتك وأكثر، وقلت له: أويس هو ابن أخي. وماذا قال لك؟ سألني: هل أمه ما زالت على قيد الحياة؟ فقلت له: نعم. فقال: حقاً، ما كان أويس ليأتي الحج ويدع أمه وحدها. أمير المؤمنين يعرفني ويعرف أن لي أماً لا أتركها أبداً. نعم، وقد قال لي إنه يبحث عنك منذ 15 سنة، ولكنه لم يبح لي بأكثر من ذلك. في العام التالي كان أويس في الحج، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً على عرفة قبل عام واحد من وفاته. سأل عمر الناس: هل فيكم أويس القرني؟ فأجابوه بنعم. فوصل إلى أويس وسأله: أنت أويس القرني؟ نعم. قال عمر: هات كتفك لأراه. وكشف أويس عن كتفه، فرأى عمر البقعة البيضاء التي حدثهم عنها رسول الله، وقال إنها في حجم الدرهم. فقال عمر: حقاً، أنت أويس القرني. نعم، ومن أنت؟ قال عمر: أنا عمر بن الخطاب. أمير المؤمنين؟ قال عمر: الحمد لله أني رأيتك قبل أن أموت. قل لي، هل ماتت أمك؟ نعم، وكيف عرفت؟ قال عمر: قال لنا رسول الله إنك بار بها ولن تتركها أبداً وحدها. رسول الله حدثكم عني أنا؟ قال عمر: وصفك لنا كأنه يراك، وفهمنا أن جبريل عليه السلام يصفك له، وقال لنا أيضاً إنك ستدخل الجنة وستشفع 200,000 من المسلمين. يا الله، اللهم لك الحمد، يا قيوم السماوات والأرض. قال عمر: قال لنا رسول الله إنك ستعيش مجهولاً في الأرض معروفاً في السماء. تعال معي إلى المدينة يا أويس، لن أتركك أبداً. لا يا أمير المؤمنين، أنت مشهور ومقصود، وأنا أريد أن أبقى مجهولاً في الأرض كما قال رسولنا الكريم. قال عمر: وهل ستعود إلى اليمن؟ لا والله، لقد عرفت أنت أهل اليمن بي بعدما كنت مجهولاً فيهم. سأذهب من هنا
إلى الكوفة. قال عمر: سأكتب إلى والي الكوفة ليخرج في استقبالك. أقسمت عليك ألا تفعل، أريد أن أعيش هناك مجهولا أيضا. قال عمر: إذا انتظر، سأعطيك مبلغا كبيرا من بيت المال. وماذا أفعل بالمال؟ ثوبي صوف لم يتمزق، ونعلي سليم، وفي جيبي 4 دراهم، وعندي عنزة أحلبها وأشرب لبنها. هنا بكى عمر وقال: ليت أم عمر لم تلد عمر. لا يا أمير المؤمنين، ما أنا فيه خير لي، وما أنت فيه خير لك ولكل المسلمين. هنا نادى عمر علي بن أبي طالب، عرفه بأويس، وطلب من أويس أن يدعو لهما كما وصاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لعمر وعلي، اللهم تجاوز عن ذنوبهما وضاعف حسناتهما، واجمعني بهما في الجنة بفضلك ورحمتك يا رحمن يا رحيم.